مظاهرات حاشدة، هتافات في الملاعب لدعم فلسطين، دعوات لطرد السفير الإسرائيلي، وأيرلندا تصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن أن بناء المحتل الإسرائيلي للمستوطنات هو ضم فعلي غير قانوني للأراضي الفلسطينية. هذه بعض من مواقف الدعم والمناصرة للقضية الفلسطينية في جمهورية أيرلندا التي تأتي على النقيض من مواقف معظم الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل رغم ما ترتكب من مجازر. فلماذا تقف أيرلندا رسمياً وشعبياً إلى جانب القضية الفلسطينية؟ وهل هناك شعوب أوروبية أخرى تأخذ نفس الموقف؟ في القرن الثاني عشر أمر هنري الثاني ملك إنجلترا بغزو جزيرة أيرلندا. حظرت اللغة الأيرلندية واعتبر السكان الأصليون مواطنين من الدرجة الثانية. وفي القرن السادس عشر أضيفت طبقة أخرى من الصراع مع حركة الاستيطان الواسعة التي منحت أراضي الكاثوليك الأيرلنديين للبروتستانت الإنجليز والإسكتلنديين خلال ما عرف بفترة مزارع أولستر. استمر الصراع طويلاً وخاض فيه الأيرلنديون معارك طاحنة مع المحتل الإنجليزي حتى عام 1998 عندما وضعت الحرب أوزارها في هذه البقعة من القارة الأوروبية بعد سنوات من الثورات والتهجير والحروب التي كان محورها ولاء أيرلندا للتاج البريطاني، ووصل الحال إلى ما هو عليه اليوم. هذه جمهورية أيرلندا، دولة أوروبية مستقلة، وهذه أيرلندا الشمالية، مقاطعة تتبع التاج البريطاني. لكن جمهورية أيرلندا وسكانها لهم دائماً صوت مختلف في القضية الفلسطينية، صوت مختلف وعال أيضاً. في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي كان الأيرلنديون ينظرون بتعاطف إلى الحركة الصهيونية وسعيها لما يعرف بحق تقرير المصير وإنشاء وطن لليهود في فلسطين من منطلق التشابه في المعاناة التاريخية بين اليهود والأيرلنديين. لكن في السنوات اللاحقة ومع قرار تقسيم فلسطين والحرب الأهلية في أيرلندا وخسارتها 6 أقاليم لصالح التاج البريطاني بدأ هذا التعاطف يتبدل، وبدأت التقاطعات تظهر، وبدت إسرائيل دولة دينية قومية غير شرعية تأسست بقوة السلاح والدعم البريطاني وفرضت نفسها على السكان الأصليين الفلسطينيين. هذه النظرة الأيرلندية ترجمت إلى أفعال ومواقف مميزة. فلم تعترف أيرلندا بإسرائيل حتى عام 1963، أي بعد 15 عاماً من النكبة، وكانت أيرلندا أول عضو أوروبي نادى بقيام دولة فلسطينية عام 1980. يعلن باسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية. وآخر من سمح لإسرائيل بتشييد سفارة فيها عام 1993. حتى الحكومات الأيرلندية المتعاقبة والساسة الأيرلنديون عرفوا بتأييد قوي للقضية الفلسطينية داخل أوروبا. فلماذا تؤيد أيرلندا حق الشعب الفلسطيني؟ النضال ضد المحتل. عاش الأيرلنديون لسنوات طويلة يقاومون ما اعتبروه احتلالاً بريطانياً لأراضيهم، مواجهات شرسة ومقاومة منظمة وعمليات عسكرية تقاوم واحدة من أقوى دول العالم خاضوها حتى توقيع اتفاقية السلام. يقول بعض من عايشوا الأيرلنديين إن مصطلحات كالمقاومة ومحاربة الاحتلال حاضرة في البنية الفكرية للأيرلنديين لأنهم عاشوها. تجربة الأيرلنديين تشبه تجربة الفلسطينيين ضد دولة احتلال بنيت على الاستعمار الاستيطاني، تستخدم أعتى الأسلحة وتنال دعماً سياسياً عالمياً ضد شعب يسعى للحصول على حقه في أرضه وتقرير مصيره بقيام دولته. العنف المفرط. في شهر أغسطس آب من عام 1971 أعدم 10 أشخاص من المسيحيين الكاثوليك بإطلاق النار عليهم في منطقة بلفاست فيما يعرف اليوم بأيرلندا الشمالية. ومنذ ذلك الحين كانت الحكومة البريطانية وجيشها يدعيان أن القتلى كانوا من مسلحي الجيش الجمهوري الأيرلندي المقاوم،
لكن في مايو أيار عام 2021 وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على فلسطين المحتلة، حسم الأمر بأن القتلى كانوا من المدنيين، واعتذر رئيس الوزراء البريطاني عن عمليات القتل. هذه المجزرة واحدة من مجازر عديدة راح ضحيتها أبرياء في صراع الأيرلنديين مع بريطانيا، وهي تشبه الممارسات الإسرائيلية في القمع والقتل والإعدام الميداني والقصف العشوائي بحجة وجود أسلحة أو إطلاق النار لمجرد الاشتباه. كثيرون رأوا أوجها شبه صارخة بين سياسات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر وسياسات بريطانيا في أيرلندا الشمالية في ذلك الوقت. فالعنف المفرط ووصم أي مقاومة بالإرهاب كانا ملاذ السلطات البريطانية خلال تلك الفترة بعد استنفاد أوراقها السياسية. الشتات. منذ الغزو البريطاني للجزيرة الأيرلندية وحتى معاهدة السلام، هجر الملايين من الأيرلنديين واقتلعوا من أرض آبائهم وأجدادهم وانتشروا بين أوروبا وأمريكا. اليوم يوجد نحو 80 مليون شخص يقولون إن أصولهم أيرلندية، 36 مليون منهم في الولايات المتحدة. هذه الأعداد الكبيرة من المهجرين الأيرلنديين تشبه إلى درجة كبيرة معاناة الفلسطينيين في الشتات والمهجر بعد أن اقتلع المحتل آباءهم وأجدادهم وأحل مكانهم المستوطنين. قضية الشيخ جراح وسلوان ومستوطنات الضفة والشتات الفلسطيني في أصقاع الأرض قصة مشابهة جداً. حتى قمع السجون وظروف الاعتقال وسياسات الإضراب عن الطعام، كل تلك ظروف مشابهة عرفها النضالان الأيرلندي والفلسطيني. وغير بعيد عن أيرلندا نجد اسكتلندا التي عرفت كذلك بمواقفها الشعبية والرسمية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، منها جماهير نادي سلتيك لكرة القدم الذي يرفع أعلام فلسطين ويهتف بالشعارات المؤيدة لها، وتصريحات الساسة التي لا تتردد أبداً في انتقاد السياسات الإسرائيلية، الأمر الذي يظهر بشكل واضح الحاضنة الشعبية للقضية الفلسطينية، خاصة أن نسبة كبيرة من سكان اسكتلندا هم من أبناء المهاجرين الأيرلنديين الذين عرفوا الاحتلال والقمع. وما تزال نسبة كبيرة من السكان في اسكتلندا تسعى للاستقلال عن بريطانيا حتى الآن. ماذا عنكم؟ هل ترون أسباباً أخرى لدعم أيرلندا للقضية الفلسطينية؟ أخبرونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة.